победа добывалась победа Курск в Днепр, وكانوا يصنعون النصر من خلال الدفاع عن العواصم الروسية القديمة كييف ونوفغورد ومدن سمولينسك وأديسا وسيفاستوبول وأيضا من خلال الصمود اللامثالي وغير مسبوق لسكان لينينغراد و كانت تلك المآثر تحقق من قبل كثيرا ما من قبل الفتيان وكان متوسط أعمار الجنود أقل من 25 عاما والملايين منهم سقطوا في جبهات القتال ولم يعرف سعادة الحب والحياة وولادة الأطفال كان يستميت ويضحي من أجل مستقبل بلادنا ومن أجل مستقبل كل واحد منا لن ننسى أبدا مآثرهم وذلك الثمن الهائل الذي دفع من أجل النصر ننحني إجلالا لهذه الذكرى المضيئة لكل الأبناء والبنات للآباء والأمهات للأجداد والأزواج والزوجات للإخوة والأخوات لرفاق السلاح والأقارب والأصدقاء لكل من لم يرجع أبدا من تلك الحرب ولكل من غاب عنا والآن نعلن دقيقة الصمت حدادا Дорогие друзья, память о Великой Отечественной войне, дорогие друзья, память о Великой Отечественной войне, о ее праве, это наша совесть и наша ответственность. واقعها وحقيقتها هي ضميرنا ومسؤوليتنا نرى اليوم كيف يحاولون في بعض الدول أن يقوموا بتحريف حقيقة الحرب وكانوا يخدمون للنازيين ويخدعون حاليا دون أي ضمائر ويخنون أجدادهم واجبنا المقدس أن ندافع عن صحة التاريخ وننحني أمام جميع المحاربين القدامى تعيشون في جمهوريات وبلدان مختلفة ولكننا ننحني أمامكم جميعا إجلالا لكم وسنحتفل بالنصر الذي ما زال نصرا واحدا لجميعنا أصدقائي الأعزاء لا تزال دروس الحرب مليحة حتى الآن سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة وسنواصل في تعزيز دور وكرامة الخدمة العسكرية ومكانة حماة الوطن ومع ذلك روسيا منفتحة للتعاون مع الجميع من مستعد فعليا لمحاربة النازية والإرهاب والتطرف ولكن ما زالت أفكار مواجهة موحدة لتلك الأفكار القاتلة لا زالت تتمتع بأهمية كبيرة وسنقوم بتطوير جميع أنظمة الدفاع والأمن شعبنا يعرف ما هي النازية وما هي الحرب التي أتت ب
مآسي كبيرة في كل أسرة سنحتفل بمجد وكرامة جنود النصر وإكراما لهم نسمع أصوات طلقات الشرف ونشاهد مسيرات الفوج الخالد اليوم لا نخفي مشاعرنا فإن هذه المشاعر الحقيقية توحد روسيا برمتها ونفتخر بهذه الوحدة ونعتز بأن معنا أطفالنا وأحفادنا ونحن سننقل إليهم الذكرى المقدسة حول مآثر أبنائنا وأبائنا وأجدادنا المجد للمنتصرين أهنئكم بمناسبة ذكرى النصر العظيم المجد لروسيا Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо, на плечо. Равнение направо, шагом марш! Начинается торжественное прохождение парадных расчетов. Возглавляет военный парад генерал армии Олег Солюков. Более 80 лет торжественное шествие войск на Красной площади открывает рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Возглавляет парадный расчет начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Красные площади проходят знаменные группы Знамени Победы, Государственного флага Российской Федерации и Знамени Вооруженных Сил России.
Знаменные группы сопровождают рота почетного караула в составе взводов сухопутных войск Русия. يرافق مجموعة حملات الأعلام سرية من حرس الشرف من القوات البرية والجوية الفضائية وقوات الأسطول البحري الحربي. تمر الآن سرية من كلية سوفوروف العسكرية الموسكوفية. عشرات آلاف الخريجين يتذكرون شاكرين أساتذتهم الذين ربوا فيهم الصفات العالية لحماية وطنهم. ساحة الحمراء طلاب مدرسة سوفوروف العسكرية بمدينة تفير. كان فتيان فترة الحرب أول من قبلتهم المدرسة في صفوفها قبل 75 عاما. وضع أكثر من 17,000 من الفتيان على أكتافهم كتافيات أرجوانية وهم يفتخرون بكونهم من مدرسة سوفوروف. تمر في الساحة الحمراء سرية استعراضية من طلبة مدرسة نخيمة البحرية الحربية في مدينة سان بطرسبورغ. سيكون على طلبة المدرسة رفع شرف الضابط البحري عاليا ومواصلة التقاليد التي أرساها البحارة الأمجاد الروس. يشارك في العرض في ساحة الحمراء البحارة الفتيان من كلية الكاديت العسكرية في كرونشتادت. ويشارك في العرض طلبة المتميزون الذين يضاعفون التقاليد والانتصارات المجيدة للأسطول البحري الحربي الروسي. يشارك في العرض في ساحة الحمراء طلاب كلية الكاديت العسكرية الموسكوفية من قوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية التابعة للرئاسة. يتم في الكلية وضع أساس إعداد سلك ضباط المستقبل للحرس الوطني. يشارك في العرض في الساحة الحمراء ولأول مرة طلبة كلية الكاديت العسكرية للجنة التحقيق لروسيا الاتحادية. في الساحة الحمراء سرية استعراضية تابعة للحركة الوطنية العسكرية الجيش الفتي والتي انشئت بمبادرة من وزارة الدفاع الروسية. تشمل حركة الجيش الفتي بشكل متزايد جيل الروس الناشئ ويدخل في صفوفها أكثر من 500,000 شاب وشابة. في ساحة الحمراء سرايا استعراضية من فوج القوات البرية التابع للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية. يفتتح المسيرة طلاب أكاديمية الأصناف المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية. ويشارك في العرض ممثلو نخبة القيادة الحديثة للقوات المسلحة الروسية ولدى قسم كبير من طلبة الأكاديمية الآن خبرة في القتال. تمر الآن سرية الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع روسيا الاتحادية. تحتفل الجامعة العسكرية في هذا العام بيوبيلها المئوي. تعتبر هذه الجامعة المركز التعليمي الأعلى الوحيد في البلاد للعلوم العسكرية الإنسانية ومركزا رئيسيا لإعداد الخبراء في المجال العسكري السياسي. يمر في الساحة الحمراء
طلاب الأكاديمية العسكرية للتموين المادي التقني أو الخدمات اللوجستية. لقد درس في الأكاديمية أكثر من 70,000 خبير عسكري للتموين المادي التقني، وأصبح أكثر من 115 شخصا من خريجي الأكاديمية أبطال الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية. تمر الآن سرية من القوات الجوية الفضائية للروسيا الاتحادية. يبدأ المسير الضباط وطلاب الأكاديمية الجوية العسكرية التي تحمل اسم جوكوفسكي وغاغارين. تعد الأكاديمية اليوم ضباطا في 54 تخصصا مع استخدام أحدث القواعد التعليمية المادية وأحدث نماذج معدات الطيران المنظورة. تفتخر الأكاديمية بخريجيها الذين تركوا أثرا ملحوظا في غزو الجو والفضاء. لقد أصبح أكثر من 1500 من خريجي الأكاديمية أبطال الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية.